عقدنا اليوم جلسة مجلس قضاء الموصل الاعتيادية بحضور السيد قائم مقام الموصل وممثل السيد رئيس مجلس محافظة نينوى المحترم. كان هناك عدة قرارات مهمة، أهمها كان هناك تصويت على بعض المتقدمين لشغل منصب المختارين في مدينة الموصل، وهذه وجبة أولى، وإن شاء الله تباعا سوف نعلن عن في إعلان رسمي عبر فضائيتكم وكافة وسائل الإعلام عن ترشيح لبعض المناطق الأخرى التي لم يرشح لها لحد الآن أي مواطن. كذلك كان هناك قرارات مهمة أصدرها مجلس قضاء الموصل، أهمها إقالة كل مدراء الدوائر الذين كانوا تحت سلطة داعش وتعاونوا مع داعش وكانوا مدراء يمارسون مهامهم كمدراء دوائر تحت حكم داعش، وخاصة مدراء المدارس والمؤسسات الصحية والتربوية وكل المؤسسات الأخرى. كذلك كان هناك قرار من مجلس قضاء الموصل بعدم التعامل مع أي عضو مجلس سواء ناحية أو رئيس مجلس ناحية كان كذلك تحت سلطة داعش، بالإضافة إلى توجيهنا نحن كرئاسة مجلس قضاء الموصل للسادة الأعضاء والسيدات العضوات بضرورة التفاعل بشكل أكبر مع دوائر المعنية كلجان، وتقديم تقارير مفصلة عن تلك بعض الدوائر أو الدوائر التي لها احتياجات معينة، وإن شاء الله سوف يتم العمل بهذا التوجيه ابتداء من يوم السبت المقبل. في جلسة هذا اليوم لمجلس قضاء الموصل 2 آذار 2017 كان هناك عدة أمور، من أهمها تم مناقشة وضع المختارين، وتم اختيار أكثر من 45 مختار لمناطق وأحياء عدة من الساحل الأيسر من الموصل، وكذلك سيكون هناك تمديد لفترة المختارين الحاليين إلى حين تعيين هؤلاء المختارين الجدد، باعتبار أن المختارين الحاليين انتهت مدة تكليفهم القانونية والتي تبلغ 4 سنوات. كذلك كان هناك أيضا مناقشة عدة أمور، من أهمها تشكيل لجان لمجلس قضاء الموصل لمراقبة الدوائر، منها دوائر الجنسية. كلفت أنا شخصيا بأن أكون رئيس لجنة التفتيش على الدوائر الجنسية، كما كلف زميلي الدكتور مصطفى أحمد مصطفى بممارسة نشاطه كلجنة رقابية على دوائر المرور، وكذلك دوائر أخرى منها الدوائر الصحية ودوائر التربية التابعة لمجلس قضاء الموصل.